فانما الحمد لله يعني احنا اول يعني جيل احنا اللي جبنا اول بطوله افريقيه للنادي وكده. ف دي كانت حاجه تضاف لنا يعني الحمد لله. مشوارك كبير يا كابتن شريف. لا والله مشوار فعلا والله بالنسبه للعيبه اللي موجوده في الاهلي. ازاي بقى رمز من رموز كوره في مصر. ويعني انا يعني بالعكس انا بقعد سامع منك دلوقتي انا بستفيد منك يعني. مفيش حد لبس تيشيرت النادي الاهلي قول لي كاني الا وبيحس بقيمه النادي الاهلي. علمنا وربنا على حاجات موروثات كده ما نقدرش نخرج بعيد عنها. الفوز دايما صح. البطولات اللي بنخشها دي بتاعتنا يعني احنا قعدنا 3 سنين اللي فاتوا يعني متعرضنا لاكبر اصابات في حياتنا وتغيير مدربين ولعيبه بتروح ولعيبه بتيجي ودايما انت في الفاينل دايما بتوصلي ودايما الحكام ضدك والدنيا كلها متجننه منك. الدنيا كلها واقفه ضدك. انت ازاي بكل اللي بيحصل لك ده رقم واحد وانت رقم واحد وانت اللي بتوصل للفاينل وانت عشان احنا دستور الفوز اسعاد الجماهير المبادئ والاخلاق هو ده شعار احنا ما اللي هيجي واللي موجود واللي بعده ده من احنا صغيرين يعني بنتعلم الكلام ده واحنا اتربينا عليه. ما ينفعش مدرب ابص له بعد الماتش وانا متعادل ولا مغلوب اقعد في بيتي واقفل عليه لغايه الماتش الجاي. ما تعرفش ترفع عينك فيه ولا في واحد في الشارع وانا ماشي صح ولا صح ليه قيمه لغايه ما اكسب الماتش اللي بعده. احنا اتحطينا في الفانيلا الحمراء عشان ده عشان المكسب دايما عشان اسعاد الجميع عشان البسمه عشان لما الناس دي تتكلم عني كده ابقى سايب لهم ذكرى كويسه يعني. هي حكايه حلوه قوي حكايه النادي الاهلي دي بصراحه. وسيبك بقى مبروك عليكم الشكل الجميل. انا مبسوط ان انا معاكم.